السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، معكم مروان من تونس. اليوم إن شاء الله نبدأ مع بعضنا في تصميم واجهة مستخدم لتطبيق. اليوم إن شاء الله نصمم مع بعضنا صفحة التسجيل وصفحة الدخول للتطبيق. مش هستعمل اليوم ادوبي اكس دي، اخر برنامج من برامج ادوبي، شركه ادوبي، واللي هو مختص في تصميم واجهات المستخدم. وصراحه تطبيق على او برنامج اقل ما يقال فيه انه خيالي، حقيقه خيالي. طيب نبداو التصميم ان شاء الله. انا باش نصمم لتطبيق لهاتف S8، سامسونج S8، سايز هو 360 على 740. طيب بعد ما وفقنا ان شاء الله نبدأ. طيب هذه هي واجهة ادوبي اكس دي. ادوبي اكس دي بصراحة رائع، فيه مزج ما بين إليستراتور، يعني هو تقريبا برنامج إليستراتور مبسط وفيه كل خاصيات اللازمة لصانعي الواجهات المستخدم اليو اي ديزاينر لعمل تصميم التطبيقات او الواجهات المواقع. راح نسمي هذه لوجين، اوكي، و نبدا ان شاء الله. في شيء مهم بالنسبه للمصممين، اعتقد كل مصممين اليو اي مصممين الواجهات يعرفوه، وهو انه جوجل واي او اس، يعني هذم عندهم يعني جايد لاينز، يعني محدده، يعني ف ادوبي اكس دي ممكن نجده هذا. عندما تذهب للكيت تجد اليو اي كيت، يعني جوجل في جوجل ماتريال. لما تضغط على جوجل ماتريال يهز، يعني مباشره يفتح على الويب فور ادوبي اكس دي 2 ميجا، يعني صراحه ماهوش حجم كبير. مباشرة تحملوا وتفتحوا على ادوبي اكس دي، راح نجد فيه كل الامور المهمة لتصميم واجهة تطبيق. انواع الكتابة مثلا، اذا كان عنوان كيف يكون، كم يكون السايز، واذا كان يكون تحت العنوان كيف يكون السايز، بالنسبة لبوتون كيف قديش السايز بالضبط. صراحة رائع جدا، وكان هذا موجود من قبل حتى في فوتوشوب، نجموا نلقاو هذا على المواقع وموقع جوجل ماتريال، نجموا نلقاو هذا. انا راح استعمل هنا، ندخل نعمل ديزاسوسييت، راح اخذ ستاتي بار، يكفي انك تعمل كوبي اند باست. طيب هذا الآن فيما يخص ستاتيو بار، ثم هذا إن شاء الله لوضع صورة بالخلفية. في بعض الأحيان راح أسرع العمل حتى لا مش بيطولش الفيديو ويصبح الممل. طيب هذه الصورة الأولى، أول صورة نستعملها. رائع إنه لما تضع على الأرت بورد، يعني في 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 أدوبي إكس دي، مباشرة يعني يعمل ماسك للصورة. الصورة الأوباسيتي 40%، تصور جيدة، شوفوا 30.
ممكن. وفي كذا ممكن تغير الاوباسيتي، انك تضغط على الصوره وتمشي للاوباسيتي، او تضغط على الصوره ومن ارقام الموجوده على الكيبورد فقط تضغط على رقم مثلا 2 يصبح 20%، لاحظوا انها هنا اصبحت 20%، او مثلا رقم 1 هي 10%، رقم 8 80%، او مثلا يعني احتاج الان رقم 3 يعطيك 30%. فقط الان لوك سو نتقدم. طيب مهم جدا انك بالنسبه لادب يعني بالنسبه لجوجل بالنسبه لاندرويد فيه الجريد، يعني وهذه خاصيه جديده يعني موجوده في ادوبي اكس دي في التحميل تقريبا الاخير، انك تستطيع انك تعمل يعني الجريد وتختار عدد الكولن. اندرويد اكثر البادينج يعني على الاحرف هي 16 بيكسل، عفوا هي 16 بيكسل، يعني يكون دائما افضل انك تعمل على هذا على هذا الحساب. كذلك تقدر انك تنقص في الاوباسيتي تبع الجريد، يعني ممكن تضعها حتى مثلا 10، وهذا يعني اعتقد انه افضل بالنسبة لي. طيب الان نشرع ان شاء الله في تصميم في عمل فورم تاع اللوجن، يعني نبدا ان شاء الله بسم الله. ميتين وخمسين في الوسط، لون ابيض، كرامينات ان شاء الله يه 56. بالنسبة للآيكون تقدروا تجدوا الآيكون يعني على موقع فلات آيكون. أنا أكثرية أستعمل كثير فلات آيكون، إلا إذا أنا يعني نحب إني نصنع يعني يعني هو أعمل يعني للآيكون بنفسي. ولكن مثلا إذا أبحث على صورة مثلا يوزر آيكون يوزر، بصراحة نلقاو الكثير والكثير من الايكون. وجميل اذا اخترت الايكون تقدر تختار باي صيغة تنزل التطبيق تنزل الايكون، ومثلا اذا اخترتها بي ان جي تختار اللون، ممكن تختار اللون كذلك بالتحديد مثلا اللون الاصفر اللي نستعمله كثيرا FFF100، وتختار كذلك السايز select size in pixels، تختار ويكفي انك تضغط فقط free download and icon يتنزل. طيب نعود نرجع ان شاء الله. انا الان راح اغير الجريد الى المربعات. المربعات هذه هي كل المربع يعني 8 بيكسل. انا بالنسبه لي انا العمل على هذا افضل، ولكن نواصل ان شاء الله. طيب بالنسبه الان للخطوط، رائع فقط نضعها في وسط الشاشه. طيب الايكون الان يكون البعد على ما بين الايكون وال الايكون واللاين 8 بيكسل، ثم الايكون الثاني
رائع. ما راح نكتب إن شاء الله. نغير opacity إلى الجريد حتى تكون أوضح لكم إن شاء الله. نواصل إن شاء الله. الآن نحن على البوتون الزر. أفضل ما يكون وفي راحة للعين مثلا إذا نفتح لكم يعني على الجوجل. طيب هذه البوتون هنا يضع لك ستاندرد يعني الشكل او الحجم الستاندرد. دونك هنا لاحظوا انه 90 على 36 الارتفاع يعني هو 36 يعني بيكسل. وفي نحن ان شاء الله راح نخدم على 40 بيكسل. رائع جدا. 40 فقط نغير الزوايا. بوردر هو اللون اف 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 100. طيب هذا زر لوجن. جروب مع انه لوجن ممكن نكبر كلمة لوجن لانها في بطن. رائع في الوسط. رائع مهم في صفحة لما يصمم المصمم في صفحة في يعني ما ينسى مراحل. انا اتكلم عن كوني يوزر اكسبيرينس يعني يوزر اكسبيرينس ديزاينر يو اكس ديزاينر. بس لما المصمم يصمم شيء لازم يتذكر انه يصمم لانسان وانه يصمم لمستخدم. فلازم يكون في باله دائما مراحل الاستعمال. يعني لما نطلب من شخص انه يحط الميل الباسورد حتى يمر للمرحلة اللي ما بعد لدخول التطبيق. لا ننسى كذلك انه في امكانية انه ينسى الانسان انه ينسى يعني الباسورد. فلازم يكون فيه الاوبشن forgot your password سؤال. So ويكون هذا انه ممكن يضغط عليها يعني حتى يتوجه لي بشرق الحل اذا كان انسان. الباسورد تكون اصغر حقيقة انه ادوبي اكس دي اضافوا في اخر مرة اضافوا الاندرلاين بس انا مش عاجبني برشا حرقت صراحة. عفوا موش عاجبني برشا لانه تخطيط كنت افضل لو كان يعني مثلا هنا انه الاندرلاين يكون يعني ممكن. طيب ابيض ويكون يعني يكون عندي القدرة اني نتحكم في. انا الان بدلت الاوباسيتي. انا عاوز جميل حاب نغير ويكون عندي امكانية اني اكسيد يعني هيك
بالنسبة لي أنا هكا أفضل، ولكن راح نستعمل أندرلاين اللي عملوها إن شاء الله حتى يغيروا فيها. الجميل في أدوبي إكس دي التغيير والتحديث تقريبا شبه شهري، في تحديث جديد، ولا يمكن الحصول على أدوبي إكس دي إلا إذا كان عندك يعني اشتراك مع أدوبي. ممكن كذلك إضافة حاجة، كذلك شيء مهم في التسجيل وفي الدخول لتطبيقات السوشيال ميديا، أصبحت الآن مسألة مهمة ولا يمكن تجاهل قيمة السوشيال ميديا. أعطيكم يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة للسوشيال ميديا أو مثلا للأزرار، مثلك الأفضل أنك تأتي تعمل يعني شيب يكون 24 بكسل على 24 بكسل ويكون ترانسبرنت، يعني انت ما تشوف، ولكن هذا البكسل يكون هو حد لكل ايكون، يعني نفعل هكذا يكون في الوسط اند جروب. رائع. كذلك نفس العمليه للباقي. نجم نكتب يعني العبارة أو السؤال don't have account. وندعوه لي أو register. ممكن نضع register here صحيح الآن بال ريجولار، وممكن تكون يعني ريجولار وكذلك استعمال اللون المغاير. جريت و اندرلاين. رائع. هذا كل مهم الاشتغال على تقريبا النصف الاسفل من الشاشه، لانه نصف الاسفل من الشاشه سواء كان يعني اللي يستعمل يد اليمنى او يد الاسرى يقدر بالاصبع اليمنى او يد الاسرى الابهام، فانه قادر يصل للمعلومات بدون ما يستعمل اليد الثانيه، خاصه انه S8 هو يعني شاشه كبيره، وذلك قد يستحق في بعض الأحيان أن يستعمل يديه الاثنين، ولكن إذا نشتغل على هذا المكان فإنه هذا أفضل وأحسن، لأنه يكون سهل الوصول لهذا سهل الوصول يعني لكل المعلومات. طيب أنا أعمل كذلك فكرة الآن، أعمل الصفحة الثانية. طيب وراح تكون أصغر، تتماشى مع أجهزة الأندرويد العادية. لوجو نحاولو نعملو لوجو. بلاك and white. استعمل بيبس بولد. رائع، يعجبني كثيرا هذا الفونت. 40
So cool. Yeah. فيه أمر مهم جدا في أدوبي إكس دي ويربح الكثير من الوقت، هو هذا الأبشن. هي أنك select, we select this one and create, يعني نصنع رمز symbol. لاحظوا أنه مباشرة أصنع symbol. الآن لو أي تغيير يقع على هذا، مثلا أنا مثلا نغير على مثلا symbol إذا كان استعملته، يأتي واستعمله يعني مثلا في هذا، في هذا التطبيق في هذه الزاوية كذلك. يعني التغيير اللي نعمله أنا على السيمبل لاحظ إنه إذا غيرت اللون فإنه يتغير في كل مكان، وهذا شيء جيد لأنه يربحك الكثير والكثير من الوقت، خاصة في لما مع عميل أو في تغيير بعض الأمور. صراحة رائع جدا، أنا عجبني كثيرا وهي يعني مربحة للوقت. طيب نبتعد 72 من فوق أفضل مكان، الابتعاد 72 بيكسل على أول على أعلى الشاشة. نعمله copy and paste in the second screen. طيب هذا سكرين يعني للتطبيق الاندرويد عادي، وهذا لتطبيق الاندرويد S8. so الان يعني اوكي. طيب الان المرحله الثانيه هي مرحله التسجيل، يعني اذا ما كان المستخدم ما عندوش يعني حساب فانه يسجل حساب. راح نغير الصورة. الآن أكملنا، فقط سأضيف يعني صفحة ويلكم حتى أريكم يعني البروتوتايب كيف يصير. طيب الان راح اوريكم ما بالنسبه لهذا العمل بتاعنا ان شاء الله، اوريكم ان شاء الله الان
طيب اوريكم ان شاء الله الان البروتوتايب، مرحله البروتوتايب. مرحله البروتوتايب راح اشتغل على الاندرويد العادي، لاني ساوريكم انه كيف يمكن تشغيل ادوبي اكس دي اكس دي على الهواتف كذلك، يعني مشاهده في الوقت المباشر، مشاهده كيف يمكن يكون التطبيق متاعك على الهاتف. يعني نحن نقول انه اذا ضغط على لوجن هو مباشره راح يمر الى مرحله الاستقبال، راح يكون في تصغره اكثر في الوقت او نتركها هكذا. كذلك يضغط على لما يضغط على ريجستر ناو تكون نفس العمليه، لما يضغط على لوجن ترجع لمرحله اللوجن وتكون ذهاب نحو اليسار وتكون اسرع، ولما يضغط على ريجستر هير فانها تكون ذهاب او الاولى هي على اليسار وهذه تكون على اليمين. ممكن تشاهده في المباشر. طيب اذا نضغط ريجستر اكسلنت، اذا نضغط لوجن اكسلنت، اذا اضغط لوجن ندخل مباشرة، وإذا نضغط ريجستر نضغط نرجع مباشرة. طيب ولكم نغير في مكانها قليلا. رائع اكسلنت. سو لوجن رائع. اللي نسجله العمل افضل حاجه نسجله في سحابه كرياتيف كلاود فايلز، نسميه يعني بي اند دبليو. رائع. هذا ساوريكم ان شاء الله الان كيف يمكن رؤيته على هواتف الاندرويد. كذلك في امر مهم جدا انه ممكن تشارك البروتوتايب مع مثلا الزبون او مع اصدقائك او مع زملائك، وهي ياسر يعني الفكره هذه ياسر رائعه، ياسر بالتونسي معناها كثيرا رائعه جدا. يعني هنا يعني تصنع رابط كوبي للرابط، ونذهب مثلا وممكن يعني تتصفح وكأنك على تطبيق فعلا، تصفح وكأنك على تطبيق فعلا. ريجستر ترجع ولوجن. طيب كان هذا يعني تقريبا كل شيء بالنسبة لليوم، إن شاء الله يكون في إفادة. ما تنساوش ضغط زر لايك و مشاركة القناة والتسجيل في القناة، تسجيل في القناة حتى يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.